الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت واحدة من أكبر المناورات العسكرية على الإطلاق في الشرق الأوسط، وأطلقوا على هذه المناورات العسكرية جونيبر أوك 23، ويقومون بتنفيذ هذه المناورات مع إسرائيل تحديدا. القيادة المركزية الأمريكية هي التي أعلنت عن جميع هذه التفاصيل التي سنذكرها لكم بهذا الشكل وبتفاصيل كثيرة. المناورات هذه صدق أو لا تصدق، هي تأتي بمشاركة 6400 جندي أمريكي بالإضافة إلى 1100 جندي إسرائيلي. كذلك هنالك مشاركة كبيرة جدا من الطيران الحربية الأمريكي والإسرائيلي، نتحدث عن 142 طائرة مقاتلة. 100 طائرة من هذه الطائرات هي من الطائرات الأمريكية الحربية، F-16، F-15، F-18، بالإضافة إلى 4 طائرات من قاذفات B-52 الأمريكية النووية طبعا، والقادرة على حمل الكثير من القنابل الخطيرة، منها مخترق القبو القادرة على ضرب المنشآت النووية، حتى وإن كانت طبعا بتخصص كبير في ضرب المنشآت التي تقبع تحت الأرض. وأيضا هنالك مشاركة من السفن الحربية، 6 سفن حربية هي مشاركة في هذه المناورات، وبعض من هذه السفن الحربية بحسب التفاصيل التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية هي من الحاملات وحاملات الطائرات المقاتلة طبعا. وبالتالي هذه واحدة من أكبر المناورات على الإطلاق التي تتم في هذه المنطقة. والمثير بهذا الأمر بأننا قبل أسبوعين تقريبا أو أكثر كنا أمام أيضا نوع من المناورات الأخرى التي شهدتها نفس هذه المنطقة، كان هنالك وصولا لست طائرات من طائرات F-15 الأمريكية، وكانت تأتي من ضمن عقيدة التوظيف القتالي السريع كما تحدثت العديد من المصادر، منها antiwar.com، وهذا يعني بأنهم كانوا ينتشرون في قواعد متقدمة من الأعداء كما تحدثوا، ويقصدون هنا بالأعداء هي إيران وأذرعها في المنطقة. وقد جاءت مع ذكرى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وبالتالي إن قمتم بمهاجمتنا فنحن قادرون على الردع بسرعة، على الضرب بسرعة بأي شكل من الأشكال أينما كنتم. وبالتالي كان هذا أمرا مثيرا، ولكن بعد ذلك جاءت التفاصيل وتحدثت بأن هذه المناورات كانت بمشاركة أيضا طائرات F-35 الإسرائيلية مع طائرات الجولف ستريم التي تستخدم في الاستخبار الإلكتروني. وفجأة إسرائيل قالت هنالك مناورات قد قامت بها مع الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث قبل أسبوعين، لاحظ التقارب. وأيضا في نوفمبر من العام الماضي أيضا، وهي مدة تعتبر قريبة للغاية، كانت هنالك أيضا مناورات تهدف بشكل خاص لضرب المفاعلات النووية الإيرانية. ونتذكر كلنا في أبريل كنا أمام عربات النار، أيضا كانت هنالك تدريبات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لنفس الغرض تحديدا. ولكن عندما دخلنا في نوفمبر وقبل أسبوعين، وها نحن نتحدث عن واحدة من المناورات الكبيرة وهي جونيبر أوك 23، وبالتالي هنالك تقارب كبير وخطير وإشارات أمريكية مباشرة، رغم أنهم لم يوجهوها بشكل مباشر لإيران، إلا أن مسؤولين صرحوا في NBC نيوز الأمريكية تحدثوا بأنها موجهة مباشرة وتعطي رسائلا واضحة لإيران من خلال هذه المناورات الخطيرة. المثير بأن بحسب الفلايت ريدار 24 كانت هنالك اليوم تحديدا لهذه المناورات التي بدأت يوم أمس وستنتهي يوم الجمعة القادمة، وضحت بأن هنالك نوع من الطيران من طائرات الاستخبار الإلكترونية الأمريكية وهي الريفت جوينت كما تلاحظون، مع عدد من الطائرات الأخرى وهي تحلق فوق البحر المتوسط، وهي توضح بأن المناورات مكثفة هنا في البحر المتوسط بين الولايات المتحدة الأمريكية طبعا وبين إسرائيل. والتصريحات كبيرة جدا قادمة من مسؤول دفاعي كبير أمريكي تحدث وذكر إيران بهذه الطريقة. قال الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق يوم الاثنين لتظهر لخصوم مثل إيران أن واشنطن ليست مشتتة بسبب الحرب في أوكرانيا والتهديد من الصين لحشد قوة عسكرية كبيرة. وأضاف أيضا لن يفاجئني إذا رأت إيران حجم وطبيعة هذه الأنشطة وفهمت ما يمكننا القيام به. هنالك ضغط كبير جدا في هذه الفترة يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الغرب بشكل عام بسبب أن إيران لم تعد لهذه الاتفاقية أو للاتفاقية النووية، هنالك انخراط منها في الحرب الروسية الأوكرانية، هنالك مواجهة لها للتظاهرات الموجودة في الداخل، وأيضا تهديد مستمر بالطائرات المسيرة وعن طريق فصائلها المسلحة الموجودة في الشرق الأوسط.
وهذا الأمر دفع اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرت بلومبرغ بأنها بدأت تضع ضغطا على الصين لإيقاف الصادرات النفطية الإيرانية من أجل خنق إيران بشكل أكبر، خاصة وأن الولايات المتحدة لاحظت تماما بأن الصادرات النفطية الإيرانية في الربع الأخير من العام الماضي، في الأربعة أشهر الأخيرة من العام الماضي، لاحظ أن الصادرات النفطية الإيرانية قد ارتفعت بشكل كبير، والصين تلعب دورا في هذه المسألة. وبالتالي إن انخفض هذا الرسم البياني الذي ترونه وتمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تخفيض هذا الرسم البياني، فهو يعني واردات أقل، أموال أقل، خنق أكبر لإيران. وأيضا علينا ألا نستغرب من إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي على عدد من المصارف في العراق، هي ليست بالعقوبات ولكن هي قيود معينة بسبب أنهم وجدوا أن هنالك غسيلا للأموال ونقلا للدولار الأمريكي بالعملة الصعبة للداخل الإيراني ولعدد من الدول الأخرى. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة الآن مع إيران مكثفة بسبب انخراطها في الحرب الروسية الأوكرانية، كما نعلم جميعا، إلى درجة أن هذه الإجراءات فعلا توضح بأن هنالك خنقا كبيرا في إرسال الدولار الأمريكي إلى إيران، من تفصيل نشر اليوم من مسؤولين عراقيين هما يحضرون ويحضران طبعا الكثير من الاجتماعات التي تأتي في البنك المركزي العراقي، ذكرت ونقلت عنهم رويترز من دون ذكر اسمهم هذه التفاصيل. ولاحظ هذا التفصيل المهم والخطير، اثنين من مستشاري البنوك العراقية الخاصة اللذين يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي العراقي تحدثا شريطة عدم الكشف عنها هويتهما أن إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين، ويوضح بأن البنك الفيدرالي بإجراءاته يوقف الكثير من هذه الأمور وأن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن زيادة الضغط على إيران. الأمر أصبح واضحا جدا في 24 ساعة الماضية، الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا فرضوا عقوبات مكثفة وكبيرة على العديد من العناصر والشخصيات الموجودة في الحرب الثورية الإيراني والمؤسسات الإيرانية طبعا التابعة للحرس الثورية الإيراني بسبب تورطها في عملية مهاجمة وانتهاك وتطبيقها لانتهاكات وحقيقة ضربها للتظاهرات السلمية الموجودة في الداخل الإيراني. وبالتالي بدأت عقوبات مكثفة الآن تفرض على الحرس الثورية الإيراني في ظل أنباء عن أن أوروبا تبحث عن إدراج الحرس الثورية الإيراني في قوائم الإرهاب. إيران طبعا ردت على هذه المسألة وقالت بأنها سترد على هذه الإجراءات التي قامت بها أوروبا والتي قامت بها بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الخزانة الأمريكية، أمر أزعج إيران. هذا قد يعني بأن إيران ستصعد على المستوى النووي، وقد يعني أيضا بأنها ستصعد على مستوى الهجمات على قواعد الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة منتبهة تماما للتفاصيل والجبهة التي تفتحها إيران تحديدا في سوريا. النيوزويك الأمريكية في 10 يناير أكدت بأن إيران بدأت تبني وترسل منظوماتها الدفاعية المتقدمة لكي تكون في سوريا لتحمي مصالحها، لتحمي أذرعها، وتستغل طبعا الخروج الروسي من سوريا، وتضع ضغطا كبيرا جدا على الولايات المتحدة وأيضا على إسرائيل في نفس الوقت. وطبعا كانت هنالك بشكل مثير طائرات شحن مستمرة من قبل إيران يشتبه بأنها تقوم بنقل الأسلحة، نقل قطع من المنظومات الدفاعية وبعدها يتم تركيبها في الداخل السوري. هذه طائرة كما تلاحظون من طائرات الشحن الإيرانية، وهي تحلق فوق الأجواء العراقية وهي عائدة في حقيقة الأمر من دمشق عبر الأجواء العراقية إلى إيران. هي كانت قادمة من إيران إلى دمشق وهي تعود، تم رصدها طبعا بالفلايت رايدار 24، أي شخص قادر على عملية ضبطها. وهنا كما نلاحظ أن هنالك تاريخ أسفل هذه الشاشة التي ترونها أو هذا الضبط لهذه الطائرة بالفلايت رايدار، وستلاحظ بأنها في 23 يناير، أي يوم أمس، هذه الطائرة كانت موجودة وتحلق. وهنا نتحدث نحن عن تسجيل واضح لهذه الطائرة من نوع أنتونوف ياس إير كارغو، طبعا من طائرات الشحن الإيرانية. هو هذا النوع من الطائرات الذي الآن ينقل العديد من الأمور التي تقلق كثيرا ليس فقط الولايات المتحدة بل إسرائيل بالدرجة الأساس، إلى درجة بأن طائرات كما تلاحظون من طائرات السرب 122 للاستخبار الإلكتروني الإسرائيلي من النحشون شافت والنحشون إيتام حلقت مباشرة بهذا الشكل المكثف بعد وصول طائرة الشحن إلى دمشق ومغادرتها عبر الأجواء العراقية
إلى طهران مباشرة. وكما تلاحظون من طبيعة تحرك هذه الطائرات أنت ترى بأنها تراقب كل صغيرة وكبيرة، كل شيء قادم إلى دمشق، وبالتالي يجمعون الكثير من المعلومات، وهذا قد يعني بأن الأيام القادمة بل حتى الساعات القادمة ستكون خطيرة للغاية، وقد نكون أمام ضربة كبيرة للغاية للمخازن أو للنقاط التي ستتحرك لها هذه المنظومات، بل حتى أن مطار دمشق تحت الخطر مع هذا التطور طبعا الذي نتحدث عنه بشكل واضح. بالإضافة إلى ذلك أن في سوريا ما يجري هو ليس فقط هذا الشحن الذي نتحدث عنه، وكالة عين الفرات كانت قد نقلت تفاصيلا مهمة للغاية مؤخرا بأن هنالك شاحنات، 6 شاحنات محملة بعناصر من الفصائل المسلحة المقربة من إيران، هذه الشاحنات قد وصلت إلى البوكمال محملة ب250 عنصرا من عصائر الفصائل، من عناصر الفصائل عفوا، قد وصلوا إلى البوكمال واجتمعوا هناك، واعتبرت عين الفرات بأن هذا تطورا كبيرا، خاصة وأن شرق نهر الفرات هنالك قواعد أمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية منتبهة لما ممكن أن يكون قادما من هذا الانتشار تحديدا في ظل الضغط الكبير الموجود طبعا على الداخل الإيراني، وأيضا ما هو ممكن أن يكون قادما على قاعدة التنف التي بدأت طبعا تتعرض للكثير من الاستهدافات، وبداية الاستهدافات هذا العام على القواعد الأمريكية هي تأتي تحديدا على قاعدة التنف، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية بدأت ترفع حالة التأهب، بدأت ترفع من قدراتها الدفاعية عن قواعدها الموجودة في المنطقة، لأنها ترى تماما بأن إيران لن تنسى، وإيران ستضغط، وإيران من الممكن أن تكون خطيرة للغاية. واحدة من الأمور التي تمت ملاحظتها في قاعدة التنف تحديدا هنا في منطقة 55 كيلو، هذه الصورة من القمر الصناعي المحدثة، هذه قاعدة التنف في الجزء الجنوبي من هذه القاعدة، ستلاحظ بأننا أمام منطاد أبيض، هذا المنطاد هو منطاد راداري عسكري مهم للغاية، وكانت هنالك صور أكدت هذه الصورة التي تحدثنا عنها طبعا، هنا القاعدة، هذا هو المنطاد، ظاهر في 2 يناير بحسب التاريخ المذكور هنا، وهذه هي طبعا صورة للتأكيد ومقربة، قد تكون غير واضحة ولكنها تؤكد وجود هذا المنطاد طبعا من الصورة التي رأيتمونها، وأيضا هذه صورة أخرى في 22 يناير أي قبل يومين، المنطاد واضح جدا، هنا القاعدة إلى جنوبها قريب وملاصق، وهدفه طبعا ضبط الكثير مما يجري، وهنا كما نلاحظ من التاريخ الذي يأتي فوق هذه الصورة هي في 22 يناير في عام 2023، المنطاد أساسا بدأ يظهر نهاية العام الماضي، وبدأ الرصد الكبير لحضور هذا المنطاد، هذا المنطاد الذي ترونه ويأتي بهذا الحجم العملاق، هو راداري عسكري مهم للغاية، عندما ترى هذه الصورة لهذا المنطاد إلى جنوب هذه القاعدة، ونتجه للقمر الصناعي لكي نفهم كيف هو سيكون مهما بالنسبة لقاعدة التنف، لنقترب من المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا، قاعدة التنف تأتي هنا بهذا الاتجاه، عندما تقترب منها فستلاحظ أن تموضع هذا المنطاد تقريبا بهذا الاتجاه هو يركز على العمق العراقي نوعا ما مقارنة بشمال القاعدة أو غرب القاعدة، لما ممكن أن يكون قادما طبعا تجاه هذه القاعدة تحديدا، وبالتالي إذا ما أخذنا على سبيل المثال هذه القاعدة التي تتواجد هنا، بما أن المنطاد هنا فإن هذا المنطاد لديه قدرة رادارية وضبط لأي طائرات مسيرة أو صواريخ أو تهديدات جوية تأتي حتى على المستوى البري تأتي على هذه القاعدة، فهو قادر على ضبط هذه الأمور من على مسافة 370 كيلو مترا، وبالتالي هي تقريبا تغطي صحراء الرطبة بأكملها، وترى كل شيء ممكن أن يكون حاضرا ضد هذه القاعدة، قد يفسر الكثير من نجاح الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عندما كان هنالك هجوما ب3 طائرات مسيرة جاءت من الداخل العراقي الجمعة الماضية، تمكنوا من إسقاط طائرتين، طائرة واحدة لم تحقق الكثير بالنسبة لهذه وضد هذه القاعدة، وكان هنالك نشرا اليوم لطبيعة 3 طائرات المسيرة التي طبعا هاجمت قاعدة التنف من الفصيل، وهو تشكيل الوارثين كما يطلقون على أنفسهم، هذا التشكيل الذي ظهر طبعا باسمه على قناتهم الخاصة على تيليجرام العام الماضي، نشروا اليوم طبيعة هذه الطائرات المسيرة التي هاجمت قاعدة التنف، 3 طائرات كما تلاحظون هم يقومون بتغطية المنطقة بأكملها لكي لا يتعرف أحد على النقطة التي قاموا بإطلاق منها الطائرات، ولكنهم تبنوا هذه العملية من دون أي مشاكل في الظهر في وضح النهار
أطلقوا هذه الطائرات المسيرة التي ترونها، لم تحقق الهدف الذي كانت تبحث عنه، لم تجرح أو تقتل أي جندي أمريكي بأي شكل من الأشكال، بل جريحين من عوائل قوات جيش سوريا الحرة. وبالتالي نحن أمام فعلا تطورات كبيرة بدأت تتصاعد في الداخل طبعا على القواعد الأمريكية، وقادمة من العراق، وقد تكون هي قادمة من قواعد أخرى ومن نقاط أخرى.